تبارك الله ما شاء الله. إخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. اللهم يسر. من ضيعة الإخوان العمراني، اللهم بارك. بلوك ديال اليوم الإخوان مهدي، تبارك الله عليك، تحياتي. عمي عثمان تاك الله الصحة، الله يسخر. كيفاش الطبيعة؟ ضروري. شطب شوية باش يعودوا القيين. ها؟ النظافة. النظافة. النظافة هي كلشي. تبارك الله، مع الدخلة هنا بانوا لي فراوات، تبارك الله مزيانين. ها؟ هادو خصيصا على حساب الحوالة. على حساب الحوالة. على حساب الحوالة. تبارك الله، اللهم بارك. شحال فيهم؟ ثلاثة. ثلاثة تقريبا. شحال شحال واحد تيسول على حساب الخدمة ديال هاد الفراوات؟ اللي تيدير الحلي. من الأحسن هادو اللي عاليين. ماشي. فاش. تبارك الله. اللهم بارك. يوميا اخي عثمان تشطاب ضروري. ها؟ إلا بغيتي قول لي الغنم ضروري. اللهم يسر. الله يسخر. هما هادو الخرفان عمي عثمان. هادو الخرفان صغار شوية. صغار شوية. هادو اللي كنا صورنا ذاك النهار. ها؟ تباعوا منهم شي وحدين. تباعوا شي وحدين. مرشومين في الراس. اللي مرشومين في الراس. تبارك الله. وهذا عثمان هذا مرشوم ديال لانوك. تبارك الله، اللهم بارك. تبارك الله، اللهم بارك. في هذو اللي تباعوا عثمان غير اللي مرشومين في الراس. والاخرين تاهما تيتباعوا ولا ما تيتباعوش؟ لا هذا قبل ديال لانوك، غادي شي تباع هذاك ان شاء الله. حتى المارس عاد دوزو. حتى المارس يدوزو ان شاء الله. اللهم يسر. تبارك الله، تبارك الله، اللهم. اللهم بارك. تبارك الله. ولكن واحد الوقيته عثمان ما كنتيش باغي تبيع هذا. لا برا الزيار اللي عرفت غلا وماشي غلا. الله يسلمك. الله يجزيك. تبيع باش تعاود تخلص. دابا راه ماشي غير الفلاح الصغير اللي مخيوط، راه كلشي مخيوط، حتى الفلاح الكبير ساهم. كلشي كيعرف. كلشي تيعرف. خاصك تبيع هكا باش تعرف شي بيعه ثاني اخرين. اللهم يسر. مشاو غير هنا النيت ولا؟ لا. ها؟ الصحراء. الصحراء. تبارك الله، اللهم بارك. الله يسخر. شحال باب الشواء عثمان؟ شواء 35. 35. تبارك الله. اللي مرسومة في الراس. 1750 درهم كاع اللي مرشومة في الراس. ها؟ مشاو على حساب الذبيحة. هكاك. يعني دابا هاد الخروف هذا ما يصلحش يتكسب. يصلح. غير زعما مازال خصو شوية الوقت. لا كان ربيع. سمين. سمين دابا. يعني إلا طلقوا السلحة غادي نخصو شوية عادي. يعني غادي تضيع راسك وتضيعهم وتضيع راسك وتضيع كلشي. مول الفطيره. يعني بالنسبه للناس دابا اللي عندهم الخروف في وسط الكوري ما تيخرش، دابا الحمد لله طاحت شويه ديال الشيوه، نتمنوهم الله نجيب الله شي شيوه اخرى. غير بقى يطلقوا شويه، بقى يطلقوا شويه شويه، بغا يدير التلقيح ديالو والدواء ديالو. يديروا التلقيح ديالو ضروري. ضروري التلقيح. تبارك الله. تلقوا وقع شي شويه ويدخلوا تخلي له في ديك الماكله ديالو. اللهم يسر. هادو دابا اللي فيهم حلقات صفر هادو ديال لانوك. ديال لانوك مرشومين. هادو كاين مليح تبارك الله. دابا هادو ممنوع يتباعو، ما يتباعوش. لا ما يتباعوش. اللهم بارك. حسب لاراس. لاراس. تبارك الله، اللهم بارك. سلالة تيم حضيت الأصيلة.
بالنسبه للماء ضروري يوميا يكون عندهم الماء. الماء والعلف والباط تعرفوا في الصباح والعشيه. الفيديو اللي صورنا معك داك النهار كاين بعض المتتبعين سولوا قال لك شحال تقريبا النعجه ديال العلف في النهار تقريبا زعما الا كانت غير في الكوري بلا ما تخرج. كيلو غير ديال العلف بلا البان. تبارك الله. نزيدو شويه ديال لونسيلاج باش يخضروا شويه. النعجه اللي تذبح ما تعطيهاش لونسيلاج. الخروفه والنعجه. اللهم يسر. ان شاء الله غادي نشاركوا معك شي تروينه ديال العلف. ان شاء الله. ان شاء الله. تبارك الله. اللهم بارك. باغي يديهم في هاد السيمانه غيديهم ان شاء الله. اللهم يسر. تبارك الله. اللهم بارك. هادي عثمان لا راس ديال الغنم ديالكم نيت ولا ديال الشراول؟ ديال الغنم. اللهم بارك. داكشي اللي بقى يتصلى فيه شويه وتقابلو. الله بارك. والاخوان تبارك الله عليكم تحياتي لكم. كما الاخوان حنا مع السي عثمان تبارك الله اللهم يسير شاركنا معكم هذا الخرفان هذا تبعو. تذكره الاخوان هذا الخرفان مشاو يعني على حساب تكزرت على حساب الذبيحه غير اللي مرشوم في الراس. اما بالنسبه لهذا هذا راه ان شاء الله في حال هذا ان شاء الله من هنا لقدام 2023 يدوز ان شاء الله في لانك. اللهم يسر. تبارك الله. تبارك الله عليكم تحياتي لكم. بالنسبه للناس اللي تفرجوا فينا ما ينساوش الاخوان تفاعلوا معنا في القناه. والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تبارك الله ما شاء الله. اللهم بارك. تبارك مليح تبارك الله. اللهم يسر. موعدنا ان شاء الله الاخوان فيديو قريب ان شاء الله على حساب التخليطه ديال العلف اللي تيعطيو. ديك النهار جينا مع النعجه كانت تقريبا هي هذيك كانت تتعلف وراه وريناكم التخليطه اللي كانت تتاكل. بالنسبه لهذه راه هذه دابا بالنسبه هذه غير تاكزرت عندها العلف غير القاصح كما تيقول يعني ما غاديش بالنسبه للانسيلاج هذه ما غاديش شكلها. بالنسبه للشمندر بالنسبه للشمندر حنا ما تعطيوش كاع صفه نهائيه نزل المنطقه هنا ما تعطيوش الشمندر كاع. بالنسبه للانسيلاج اللي بدينا تنعلفوا هاد اليامات هادي غير تنقصوا شويه علينا الصير وصافي. والله يدير الخير. تبارك الله عليكم تحياتي لكم. تبارك الله ما شاء الله.